اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الحقيقه مصدر من اتحاد كره القدم بيقول ان من الممكن ان يكون مش من الممكن سيكون هناك اجتماع لمجلس اداره اتحاد كره القدم او لجنه ثلاثيه التي تدير اتحاد كره القدم لدراسة موقف منتخبنا خلال الفترة القادمة، طبعا بعد الانتقادات الشديدة اللي بيواجهها الجهاز الفني واللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الواضح أن هناك حالة غضب كبيرة جدا جدا على أداء منتخبنا الوطني في هذه المباراة ومباراة أنغولا.